نظم المركز الإعلامي الصحراوي بالجزائر لقاء حول انتهاكات الاحتلال المغربي لثروات الصحراويين بالأراضي المحتلة، وقدم رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن الدكتور غالي الزبير أرقاما خصت نهب نظام المخزن لمختلف القطاعات المتعلقة بالثروات الطبيعية من بينها الفوسفات والمعادن والصيد البحري والمحاصيل الزراعية، معتبرا أن عائدات هذه الثروات تذهب مباشرة إلى خزينة المغرب. التفاصيل في ميكروفون أمل عباس وولي زحف. هذه الثروات التي يتم نهبها تذهب إلى الحسابات في الخارج من طرف رجالات الدولة العميقة في المغرب، وللأسف يتم نهب ثروات الشعب الصحراوي ولا يستفيد منها الشعب المغربي، ويأتي المغرب من ضمن أكثر الدول تسليحا في المنطقة في أفريقيا وفي الوطن العربي. من أين المغرب هذا؟ المغرب ليس له مصادر، دولة مدينة ودولة تعيش وضع اقتصادية صعبة، من أين المغرب هذه المصادر؟ لا شك أن جزء من عائدات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية يتم توجيهه لاستيراد السلاح.